يا هلا والله، وحلقة جديدة معاكم منورين حبايبنا اللي بيشوفونا كبار وصغار وين ما كنتوا في ساعة شباب على قناة روتانا خليجية. معاكم بنبدأ إن شاء الله فقرات مختلفة متنوعة وكثير من الأخبار والسوالف اللي بنتناقش معاكم فيها، وبنسالف إن شاء الله أحلى سوالف. مسا عليكم بالخير، وأكيد مساء الخير يا لميا. مساء النور عليك طراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، اللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتجددة والمتميزة. وأكيد أقول لكم ساعة كاملة راح نقضيها معاكم بكل حب. طيب أمس فرينا في عدة تغريدات مهمة جدا، وتحديدا مجتمعنا وحساب مجتمعنا في تويتر دائما بيسلط الضوء على الكثير من الأمور اللي تهم مجتمعنا والأمور اللي احنا نحتاج نعرفها. ذكروا أنه دكتور النمر في تغريدة ذكر فيها دكتور خالد النمر تحديدا، قال مرضى ضعف القلب ابتعدوا عن الحلبة تماما، لأن من مضاعفاتها المثبتة علميا أنها تؤدي إلى ارتشاح السوائل في الرئتين وضيق التنفس. على أساس هذا الموضوع تناقشنا في هذا الموضوع أنا ولميا وفريق الإعداد، إنه حقيقة في ناس كثير بيفتوا في حكاية الطب البديل أو ايش يسموه الاعشاب الطبيعيه وغيرها، الطب الشعبي او الطب البديل بيسموه دائما. صحيح تراد، كثير من امهاتنا تحديدا بيؤمنوا بهذا الطب. كل ما مرت قالوا لك روح خذ اشياء نقدر نقول عشبيه او اعشاب ممكن انك تساعدك او تغنيك عن ذهابك للدكتور او الطبيب. خلطات ما شاء الله تبارك الله، يعني كل شيء عندهم لعلاج. والله يا ام محمد عندي لك خلطه، وتاخذ ام محمد الخلطه تقول والله ما ادري ايش فيني ما تغير، لانه ام خالد اعطتك الخلطه، فما ينفع تسمع يا محمد كلام ام خالد، في دكتور في يعني اكيد طبعا. احنا ما نقدر انه نلغي او نستغنى عن الطب الشعبي او الطب البديل في حياتنا، ضروري احيانا ممكن يساعدنا في بعض الخلطات البسيطه اللي ممكن يعني تكون امراض جدا بسيطه بتكون عندنا. صحيح. ما تحوج انه نروح مستشفيات، يلا الطب البديل سهل عندنا بالبيت طبعا. ولكن الضروري في هذه الناحيه انه يكون على يد ناس فاهمه جدا ومتمرسه في هذا الطب، والطب ليه دراسات جدا كبيره وليه كتب وابحاث، يعني مو كل واحد جاء افتى من عنده على خلطه خلاص صار دكتور في الطب. صحيح. البديل، فعشان لا تجيكم بعدين ممكن تظهر مضاعفات جدا خطيره زي ما قال الدكتور النمر انه ممكن ياثر على القلب في بعض الاحيان. هذه حاله واحده، فما بالكم بالحالات الثانيه. اذا الخلطات لازم نتاكد من الدكاتره، لكن الا ما قلنا في اشياء احنا نعرفها اساسيات زي ما ذكرت لميا. عندنا سؤال بسيط جدا نبغى نعرف برايكم، ايش موقفكم من الطب الشرعي والطب الشعبي؟ انا ايش قلت؟ الطب الشعبي بالله، الطب الشعبي او حتى عفوا او الطب البديل، وهل لكم تجارب سابقه وصارت كوارث من خلالها ولا كانت امور سليمه؟ نشوف مع يلا بعض، يلا نشوف خلطات جديده. مع همسه براء تقول الطب الشعبي من زمان يعني في فايده، ولا البديل جاء بعد الطب الشعبي؟ ده بالنسبه لي وجهه نظر، ما قد جربت لكن الاهل جربوا والحمد لله، الحمد لله ما كانت في اصابات. الحمد لله. اروى تقول لا خلونا في الشعبي، صح مبني على نظائر ومعتقدات، بس اساس وجود الطب الحديث ايده، لاني اسوي مساج شعبي للعصب والالتواء بالزيت وعارفه اثاره، وبتقول انها ممتازه جدا وان شاء الله كويس. ما تكون في اصابات برضو. اي ميد تقول استخدمها اذا كانت معروفه زي الليمون العسل الزنجبيل الكمون البابونج الاخ، وضد اذا كانت خلطات مجهوله المكونات. شكرا لك يا ايميد، هذا اللي بنقوله بالضبط. عبير تقول الطب الشعبي برضو بدي اقول الشرعي ما ادري ليش، الشعبي بالنسبه لي افضل من الطب الحديث، لانه عباره عن اعشاب وادوات معروفه تستخدم كثر ومعروفه مصدرها ايضا. مساكم سعيد ومساك يا عبير. ومساك يا عبير. ونروح للينا حاتم تقول تجربتي كنت اعاني من ضيق بالتنفس وما خليت استشاري، ما رحت لو ما فادوني بشيء، واتجهت للشعبي واخذت منقوع لبان الذكر وزيت زيتون وفادني كثير. صحيح ممكن ممتاز. نسمع بفوائد لبان الذكر انه دائما بيساعد على اللي عندهم ضيق في التنفس كثير. شوف هو في اساسيات ما نستغنى عنها، في حاجات في الطب الشعبي او حتى الطب البديل حقيقي بتفيد بدرجه كبيره، وحتى ما لها اي سايد افكت او مضاعفات على الشخص ما يتحملها، خصوصا الصغار في السن والكبار في السن هم اللي ما يتحملوا ممكن مضاعفات. فهذه لازم ناخذها في كتب معترف فيها.
اللي معلوماتكم على فكره قبل 3 سنوات لميم ومشاهدينا الكرام، نزل قرار من وزاره الاعلام تحديدا بمنع جهات الاعلام كراديو وتلفزيون وغيرها بانهم يتكلموا عن الخلطات لما ادت من مشاكل وناس صارت عندهم كوارث جسدية في وجههم في أجسادهم بسبب الإفتاءات اللي بتحصل في الراديو، كان في كثير من البرامج على هذا المنوال صحيح. وأيضا في التلفزيون إلا إن كان هنالك مختصين، للأسف كانوا في بعض المذيعين يفتوا. أكيد طبعا ترادو، أنا مع تغريدة آيميدو، كثير نحب أنه نستخدم الطب البديل أو الطب الشعبي، خصوصا إذا كانت المكونات معروفة بنعرفها، دائما بناخذها من الخضروات أو الفواكه أو بعض الأعشاب الموجودة نقدر نستخدمها، بس أحيانا نقول انها ممكن تاثر بالسلب على صحتكم، خصوصا اذا كان عندكم حساسيه من مواد معينه او عندكم امراض ثانيه ممكن تاثر عليها هذه الخلطات، حتى لو كانت المواد معروفه برضو ما ينفع انه نحن نستخدم كل شيء من المكونات اللي ممكن تلاقيها خصوصا في الطب الشعبي او الطب البديل. وانا اقول لكم سامحوني على رداءة الصوت لانه اكثر من كذا ما راح يعلى ابدا ابدا. انا اقول لك يبغى لك كذا خلطه كذا مضبوط، شوفوا لي خلطه. لا يعني كثير قالوا لي ليمون وعسل وزنجبيل وبابونج ويلا اخلطي مع بعض، بس لا يعني انا صراحه عندي خوف من هذه الخلطات، يعني عندي اروح الدكتور واخذ من عنده ادويه موثوق فيها من الصيدلية ولا استخدم الطب الشعبي البديل، ممكن يأثر ممكن يعني. أيوة بس متى الواحد يستخدم الطب البديل؟ لما يوصل لمرحلة انه يقول الميم بيم او يقول الراء، يعني في حروف اوقات تكون مؤشرها واضح. لا يعني انت واليوم متابعيني في سناب قاعدين يتريقوا علي على نفس الموضوع ونفس الجمله. لا بس حروفك كويسه كمان يعني الحمد لله الحمد لله ما زالت ظاهره. يلا نكمل الردود ونشوف خلطاتكم. سلافة إيش تقول؟ الطب الشعبي مظلومة سمعته، فهو ليس كما يظنه البعض خلطات منتديات، إلا لا له كتب وله أهل أنا أثق فيه لحالات مرضية محددة. صحيح صحيح يا سلافة، منتديات مليانة بالخلطات الواحد ينتبه منها. توتا تقول له هو حل، يكون هو الحل الوحيد لما أمرض أشرب عسل مع ليمون والشافي الله. الله يا ذا العسل والليمون اللي يشفي كل الامراض الموجوده عند البشر. لو عندك يعني كل شيء كل شيء لما تضايق نفسيا تشرب عسل ليمون. طيب نروح لاكس ايمي تقول مع اذا حاجات معروفه زي الليمون والعسل، وضد اي شيء بديل عن الطب لانه مو اي شيء نسمع عنه نجربه، وانا متضرره من الطب البديل كثير. يلا اول ضرر جانا. عندنا مزونه زهران تقول الطب الشعبي مفيد بعض الاحيان ما يناسب جميع الاشخاص كلا وحالته، بس الطب البديل يناسب جميع الأشخاص. أسعد مساكم. الله فهمت. استطعنا بس ما استطعنا. استطعنا ولكن لم نستطع. طيب نروح لتغريدة عبد الرحيم بواكد، يا هلا والله فيك عبد الرحيم، والله كل من طلع اليومين دي سواله خلطة، والله صادق، خلطات البشرة، خلطة التخسيس، زيت الحشيش الأفغاني، صار أكثر من زيت الزيتون، جربت التخسيس وجاب لي العيد. لا عبد الرحيم حقيقي يعني كان طبعا هذه آخر ردود معانا، بس ليش جابت فيك العيد يا عبد الرحيم خلطة التخسيس؟ بما أنك موجود زدت وزنك؟ زاد وزنك بعد الخلطة؟ والله شكلها مصيبة، صار لك مضاعفات بعد خلطة التخسيس؟ السلام عليكم. عشان كذا نقول للناس يا جماعة لا تجربوا كل شيء موجود على السوشيال ميديا، ولا لا حقيقي لدرجة طرات في حسابات في السوشيال ميديا مبنية فاتحين أي كل الخلطات موجودة عندنا، خلطة مدري إيش، وخلطة للبشرة، وخلطة للشعر، وخلطة للأكواع، وخلطة للتنحيف، وخلطة يعني ما سابوا شيء، ما سووا لي خلطة. كيف تصبح حلو؟ كيف تصير حلو؟ أدعك وجهك. والله في ناس يعني ما يعرف انه في موسوعه للدكتور جابر القحطاني، يعني هذا خبير في الاعشاب نوجه له تحيه، ممكن هذه احد الكتب اللي ممكن ترجعوا لها. برضو انا ابغى اعرف هل في خلطه استخدمتيها وندمت عليها؟ لا صراحه انا ضد الخلطات ضدها، يعني اذا مرضنا جبنا ليمون وعسل وشاهي وخلاص ان شاء الله نصير طيب. انا مره جربت حاجه والله نفعتني، بس يعني صار فيها مضاعفات، ولم يعني بعد ما جربتها قريت وانا بجربها وانا حاطه هذا على وجهي، الماده اللي سويتها على وجهي، طلعت لي في الكومنتات على اليوتيوب حسبي الله ونعم الوكيل وجهي انحرق وانا حطيت دوبي حطه على، قلت يا الله يا ريتني قريت. هي خلطه تحطها على الوجه زي تنعم وتنظف الوجه، انا ما حقول عشان ما ينفع، زي التقشير بالضبط. وبسيطه يعني حاجتين مع بعض بسيطه ما تتخيلوا ايش هي.
فانا اول ما قريت الكومنتات وبدا الحرقان مع وجهي، قلت الله اكبر ايش حيصير؟ واللي تقول ما طلعت من بيتي شهر والله الله لا يوفق، اقول لك دعاوي، قلت انا صحيح. خلاص انا وجهي تشوه خلاص. صحيح غسلت وجهي اقسم بالله حرقان وجهي مو راضي يوقف يوم كامل، قعدت اقول لك حطيت كل شيء ليمون عسل كل شيء تبغيه ما راح الى ثاني يوم. حقيقي هذا لما يقول لك الواحد ما يتوب الا بعد ما يجرب. والله يعني صرنا نشوف حقيقي كل البنات والشباب كل حياتهم صاروا خلطات، لدرجه انه حتى بعض المشاهير في السوشيال ميديا صاروا يعملوا خلطات. طب انتوا لما بتعملوا خلطات هل انت دكتور في الطب البديل او دكتور في الطب الشعبي عشان تنصح الناس بهذه الخلطات؟ يا اخي يمكن انت جربتها ونفعتك، بس البشره تتحسس، في مكونات البشره، تراكيب للبشره من شخص لشخص تفرق معاك كثير، فهل انت ناسبتك ممكن ما تناسب شخص ثاني؟ فليش انت تقعد تفتي من عندك افتاءات ممكن ناس كثير تتضرر بسبب هذه الخلطات؟ على فكره الخلطه اللي حطيتها ترى كانت المشكله الوحيده اللي فيها التوقيت، يعني كان مثلا بشرتي تتحمل، بشرة غيري ما تتحمل. صحيح. ففي ناس خمس دقائق، في ناس ربع ساعة يحطوها، في ناس لا ممكن دقيقتين ويشيلوها. فالوقت ترى مرة يفرق تماما، في ناس بشرتهم جدا حساسة ولو لمستها لمسة تلاقي يحمر الوجه ولا يصير في طفح جلد. اهم شيء ما افتيت لاحد ولا نصحت احد انا فيها. اصلا انا شفتيني بقولها، انا بقول خلطه وانتهى، ما عاد صرت بقول ولا اي حاجه وبطلت ولا عاد صرت، بس فادتني والله العظيم فادتني، بس شويه حرقان يعني ما يضر. حرقان راح مع الايام عادي عاد نحن يا الله تراد اهم شيء نسوي كل الخلطات ونسوي كل حاجه عادي، نقول نو بين نو جيم في النهايه. أيوة يعني لازم اهم شيء الجمال. بيوتي از بين. عموما مشاهدينا هذا كان سؤالنا على هاشتاج سعد شباب في تويتر، اتمنى تكونوا استفدتوا كثير من المعلومات اللي قلنا لكم هي، ولا تسمعوا كلام اي احد خصوصا في الخلطات اللي بيفتوا كثير فيها. ايش رايك يطلع فاصل؟ يطلع لازم يطلع فاصل. لازم يلا يطلع فاصل. حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة المشاريع الصغيرة اللي في الفترة الأخيرة صرنا بنشوف فئة كبيرة جدا من الشباب والشابات مبدعين في هذه المشاريع. طبعا يعني الواحد لو بدأ من أبسط البسيط ما يهم، أهم حاجة الاستمرارية في هذا العمل، وضيفتنا مشرفتنا اختارت أحد المشاريع اللي استمرت فيها وبدأت تكمل في مشروعها ومثابرة فيها، وهي مشروع له علاقة بالإكسسوارات تحديدا. حنعرف أكثر مع حنان الصبحي. حياك الله معنا في ساعة شباب، كيف أمورك؟ إن شاء الله طيبة. الحمد لله تمام. يا هلا شرفتينا حنان. بداية بس حابة أسألك، يعني مشروعك هو على أنواع الإكسسوارات، فياريت تعرفينا على أهم وأبرز الإكسسوارات اللي بتستخدميها وبتقدميها للناس. هو المشروع بداية عن إكسسوارات يدوية بأشكال بسيطة يعني تناسب أذواق البنات، يعني مو أشكال مرة أوفر، زي سلاسل، أساور، خلاخل. هذا حاليا دحين سلاسل، أساور، وخلاخل. إيه. هذه الأساسيات اللي انت بدأت فيها. أيوه. بدأت فيها كيف؟ إنه كنت أول شيء أسوي لنفسي أنا، يعني ما ينس اللي في السوق حلو بس مو على ذوقي يعني. فبدأت أسوي لنفسي، وبعدين فكرت قلت لما يعني ممكن في بنات زي يحبوا أشياء مميزة. أيوه. يعني ما بيلاقوها في السوق. ففكرت إني أفتح الحساب وماما دعمتني وفتحت لي. حلو. كثير من البنات بنشوفهم بيشوفوا اللي مو لاقينه في السوق بيحاولوا ان هم يبدعوا فيه. جميل. بس السؤال، متى بديتي او اتخذتي قرار انه الان يا حنان لازم تبداي مشروعك وتنطلقي؟ هل بكلمه من والدتك ولا من صديقاتك ولا ايش صار بالضبط؟ هو قبل سنه تقريبا انا فتحت الحساب. زي ما قلت انا قلت يعني اكيد انه في بنات زي يحبوا اشياء مثلا ما هي متوفره، وفوقها كمان انه انا عندي وقت فراغ، فقلت لا يعني ما اسوي لي بزنس خاص فيا منها انا يعني استفيد وغيري كمان انه يستفيد. وبديت في اول نسخه في باستا ماركت بدات فيها انا. يا ريت. وطبعا هذه كانت الانطلاقه الاولى لك من خلال باستا. أيوة. ماركت، فريت تعرفينا اكثر وتكلمينا اكثر عن هذه التجربه. صراحه كانت تجربه مره حلوه. يعني بدات اللي حمسني انه كلهم ناس مبتدئه اللي يعني الباستا ماركت في مختبر بدايه مشروعهم. ايوه. كلهم ناس مبتدئه، مشاريع صغيره، فتحمست اني اشارك. وكمان يوم شفت رده فعل الناس كيف ما شاء الله انه عجبهم الشغل، حتى يعني بعضهم يشبهونه بالشغل التركي انه اشياء خرزات بس. فيعني ما شاء الله التجربه كانت ناجحه وحلوه. حلو. احنا بنشوف طبعا بعض الاشغال. وهذا اللي اثر فيك وخلاك تصري على الاستمرار. ايوه خلاني استمر واني اعطي اكثر، حتى كنت كل اسبوع اني
أجيب أشياء أحسن من اللي أول مثلا. طيب إحنا لاحظنا اللي يميز الآن مشروعك ممكن الخرز أو اليد اللي هي اليد اللي فيها العين أو شغل التركي خلينا نقول، بس أبغى أعرف إيش كمان يعني ممكن قد أحد يعني عنده نفس مشروعك أو يماثل مشروعك في بعض النقاط، بس إيش اللي يميزك أكثر عنهم؟ أول شيء زي ما قلت أني أنا بنت نفس الفئة المستهدفة اللي هم البنات، فيعني عارفة ممكن بعض ذوقهم نفس، عارفة إيش هم يحبوا أو إيش الأشياء اللي تعجبهم، فإنه هذه لها دور. وبرضو كمان إنه لما مثلا الزبونة تبغى قطعة معينة، أنا مو أعطيها من القطعة الجاهزة مسويتها، لا مثلا كيف المقاس حبته، كيف طول السلسال تبغي، إيش فضي ولا ذهبي، إيش الألوان اللي تبغاها، لو ما عجبها الخرز ده تبغى لون ثاني، تبغى تغير مثلا القطع نفسها، إنه أسويها زي ما هي تحب حسب شخصيتها. حلو. وبرضو كمان الإضافة إنه نحط كارد على السلسال مكتوب عليه عبارة حلوة مثلا، زي ايش؟ زي هذه، خلينا نشوفها. طيب في كارد هنا هذه انه مثلا ينفع كهدية، ينفع الله احلى من العقد لباسه يزهى بها العقد في جيدة. حبيت العبارات انت بتكتبيها، مقتبستها من كتب ولا؟ مقتبستها من يعني بعضها، هذه مثل من اغنية، في بعضها من اقتباسات في اغاني لمحمد عبده. حبيت الفكرة مرة حلوة. طب بسألك حنان، يعني في كثير مثلا خلينا نتكلم عن الخامات اللي انت بتستخدميها في اكسسواراتك، في كثير ممكن تسبب لهم هذه الخامات حساسيه، اذا كانت ما هي تكون مجرد اكسسوارات ممكن تسبب لهم حساسيه سواء على الرقبه او على اليد، فانت هل بتحرصي انه والله توفري لهم الخامات اللي ما بتسبب لهم حساسيه، ولا بس يعني بتلتزمي بالخامات الموجوده عندك وممكن تسوي لهم بها الطلبات اللي هم حابينها؟ ايوه زي ما قلت لك انا اسويها زي ما هي تحب، يعني بالشكل اللي تبغاه هي انا اسوي لها اياه زي ما هي تبغاه. وكمان الخرز ما يسبب اظن حساسيه، انه كويس. لا الخرز يعني عكس القطعه الثانيه. القطعة الثانية هنا ممكن تسبب عندك حساسية، ممكن البعض يعني زي كذا، يعني اكسسوارات لا في بعض يعني زي ما احنا شايفين في الصور هذه الخرز ما تسبب، بس مثلا اذا كانت اكسسوار على الرقبه، لانه انا اتحسس فعشان كذا سالتك هذا السؤال. والجلد كمان برضه حلو ما في بدائل يعني غير ال في جلد وفي قماش، صح؟ انت صاير انت بس قماش اظن مشغول. ايوه برضه بتبيع هذا القماش المشهور. ايوه في خيوط وفي طب يعني في ممكن عندك بدائل مراحل ثانيه كأنه. ايوه يعني عندك مراحل تقدر تطوري فيها مشروعك اكثر واكثر. انت وصلتي لمرحله تبغى تبدا تطوري، ولا لسه الى الان مكتفيه بالستاندرد الموجود لا عندك؟ لا اكيد يعني انا حابه لسه اطور من نفسي اكثر ومن شغلي كمان، يعني مثلا اغير الخامات اكثر او اجيب ادوات، انه يعني من أدواق الناس الثانيين كمان إني أقدر أوفق بينهم. ما تخافي من إنه الناس بس تقول يا الله بدأ شغلها يخرب أو ما عجبنا أو أذواقها صارت غريبة؟ لا إن شاء الله ما يعني ما عندك مشكلة في هذه المغامرة؟ لا إن شاء الله لا بالعكس، يعني لولا اختلاف السلع الأذواق لبارت السلع. لا معلش مع التعب طبيعي. بس حنان يعني حقيقي يعني إذا حابة إنك تطوري في مشروعك بعدين، خصوصا مشروع الإكسسوارات ممكن يكون محصور بشيء معين هو الإكسسوارات بس، ما حتكون عندك يعني مجالات كثيرة. في بعض المصممات مصممات الإكسسوارات بيحاولوا إنهم يسافروا برا، يجيبوا خامات من برا، خرز من برا، سواء يعني نحن معروف عندنا مثلا الهند، تركيا، هي تقدر تجيب منها الخرز، الصين، الأدوات اللي تقدر تستخدميها في الاكسسوارات. ما تفكري انه والله ممكن انت تسافري عشان تتميزي بصنعك او تتميزي بالمشروع اللي انت تسويه؟ انا بالاضافه لمشروعي كمان كان عندي قطع كمان جاهزه برضو اجيبها بنفسي من تركيا، وبرضو الخرز بعضه تركي كمان من اللي انا جايبته. حلو. بس ان شاء الله كمان يعني في المستقبل انه بحاول زي ما قلت لك اطور اكثر من شغلي ومن نفسي كمان. طب هذا بالنسبه للبنات، الشباب ايش وضعهم؟ برضو في كان اساور شبابيه برضو في كان؟ يعني كان يخلص صح؟ كان يخلص يعني ايوه مثلا في البسطة كنت اعرض كمان. طب حيكون؟ ايوه ان شاء الله. متى ان شاء الله؟ دحين خلاص في الحساب حنزلها. بديت تسوي في الحساب. ايش عباره عن ايش؟ اساور برضو ولا ايه؟ ايوه اساور وسلاسل. سلاسل اوكي. طب بعرف حنان يعني انت حابه وبتبداي مشروعك، فتحتي مشروعك من خلال سناب انستغرام وسناب شات، ما فكرتي انه مثلا تشاركي في معارض غير بسطة ماركت؟ في معارض كثير عندنا ممكن تعرضي فيها منتجاتك تكسبي منها، ما فكرتي انك تفتحي محل خاص فيكي؟ الا اكيد، بس زي ما قلت لك انا دحين لساتني مبتدئة. ايوه يعني ما وصلت لمرحله البروفيشنال اني افتح مثلا ما شاء الله محل او كذا. لكن توصلي ليش؟ ايوه طبعا اقول لك لساتني يعني، فان شاء الله انه يعني باشد على نفسي اكثر
ويعني لصار لي اسم او بصمه باذن الله حفتح لي. بس كباكجينج وتغليف ما شاء الله، يعني تقريبا والله العظيم حقيقي مره حبيت الفكره، يعني خصوصا انها تميزت بغيرها عن الاكسسوارات بعباره جميله انكتبت في الاكسسوار. يعني الواحد انا احب صراحه اقرا العبارات، العباره اللي تعجبني اخذ عليها الاكسسوار مو الاكسسوار اللي يعجبني. افتكرت خلود كوزمتيك برضو كان عنده عبارات زي كذا، اصبح صارت ترند هذه بشكل كبير. طيب خلينا يعني الان بالنسبه للتسويق، ما هي شيء الان صار بسيط الواحد يبدا يسوي اشغال وعبارات وممكن منتجات بسيطه، بس يعني ما تعبت في البدايه في التسويق عشان تعرفي بمنتجك؟ الا اكيد انه كمان الاعلانات عندنا تحس يعني مثلا ممكن تكون اسعارها مبالغه مره، او انها ما تكون مثلا فيها فائده، يعني ممكن تسوي اعلان بس ما يكون فيه له فائده كبيره. صح، وفوقها كمان حتى المعارض، المعارض الاغلب الاسعار تكون مره مرتفعه او انها ما تنفع للناس مبتدئه. اقول لك على خطه تسويها، شاركي مع احد في نفس البوث، يعني واحده تكون ماخذه في بوث فانت خذي نصه وهي نصه وادفعوها بالنص وشاركوا فيها. ترى تصير احيانا كثير بنات مبتدئات بيسووا هذه الفكره خصوصا في المعارض، واذا كانوا هم مبتدئين في شغلهم ومشروعهم الخاص فيه. حقيقه حنان الصبح نشكرك تواجدك معنا اليوم ساعه شباب، واكيد نتمنى لك التوفيق. شكرا لك حنان. احنا وصلنا نهايه هذه الفقره، لكن لسه حنكمل في السوالف والاخبار، ايش الجديد، الاشياء الكثيره اللي حابين نعرفها في الفقرة الجاية، خليكم معنا. وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. وحنبدأ مع رسامة الوطن يا لميا، واللي كشفت تفاصيل رسمة البطل العريف العواجي. كشفت هذه الرسمة أو الرسامة كما لقبها متابعوها برسامة الوطن تفاصيل الرسمة اللي رسمتها للبطل العريف جبران جابر عواجي، اللي تصدى للإرهابيين في حي الياسمين في مشهد بطولي. زي ما عرفنا الفترة اليومين اللي راحوا حصل هذا الموضوع، سطروا بطل من أبطال السعودية اللي يذودون عفوا عن تراب وطنهم ويقدمون أرواحهم رخيصة، لا يهابون ولا يخشون في الحق نيران الأعداء. مشهد بطولي كان جميل جدا، وكان في صور منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي زي ما شفناها الآن، حنشوف أحدها. الصورة طبعا هذه من عهود، وكيف بدأت رسمتها. أرواحنا ترخص ولا ترضى الحدود، يا سلام. طبعا هذه رسمه بالقهوه، فنانه الادميه هذه ما شاء الله عهود. الجدير بذكر ان عهود قالت ان رسمه في اليوم نفسه الساعه 11 مساء بدات، واستغرقت ساعه واحده عشان تنجزها تقريبا بعد انتشار مقطع الفيديو للبطل العواجي. وايضا قالت انه قمت بذلك بعد ادائه الدور الشجاع والبطولي، وهذا ليس غريبا على ابناء الوطن الاوفياء. اللي كانت الرسمة طبعا بدافع وطني زي ما ذكرت عهود، وأكثر شيء أثر فيها في صوت المرأة التي تصور وتصرخ، واللي دفعتها لأنها ترسم هذه اللوحة بالرغم أن صورته ما كانت واضحة بشكل كبير، لكن حاولت أنها تتقنها بقدر المستطاع. وفعلا زي ما احنا شايفينها الآن هذه إتقانها للرسمة والريزلت الأخير لها. رسمت العواجي أثناء مشاهدتها له أثناء جلوسه على السرير الأبيض لتلقي العلاج بعد إصابته أثناء الذود عن الوطن. سلمت يدك، ودائما نفخر
امثال العواجي كثير، وايضا في كثير من الكاريكاتيرز اللي نزلت لمياء عن العواجي. اكيد طراد، شفنا كثير من الرسومات والداولات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا يعني انا صراحه اهني رسامه الوطن، تستاهل لقب رسامه الوطن لعهود، وايضا يعني نحيي البطل اللي ضحى بحياته من اجل حمايه وطنه وبلاده، حقيقي يستاهل العواجي. وشفنا مبادرات كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، شفت المبادره من ام اعطت طلبت انه يتزوج العواجي، او اعطت ابنها للعواجي يتزوجها، بنتها العواجي انه يتزوجها بدون مهر وبدون اي شروط او متطلبات، بيشتروا الرجال صحيح. اكيد يعني مبادره كانت جدا جميله من هذه الام. عموما طراد، خلينا ننتقل لخبرنا الثاني موجود معنا اليوم، وخبرنا راح يفيد لاختراع جديد راح يفيد كثير اللي يعني يهتموا في اكلهم ويحبوا انهم ياكلوا سعرات حراريه معينه، وما يحبوا وعاملين دايت وما يحبوا يزيدوا في هذه السعرات، راح يحسبوا سعراتهم بالملي مع جوال يكشف سعرات الطعام، واللي طبعا كشفت شركة صينية عن هاتف ذكي يتحسس المواد الموجودة في الأكل عن طريق مستشعر خاص. سيطلق الهاتف العام الحالي مع تقنية التعرف وتحسس الجزيئات المواد المتقدمة التي تسمح للمرة الأولى للمستهلكين بفحص المواد والحصول على التركيبة الكيميائية الأساسية وأيضا السعرات الحرارية في الأطعمة. حيوفر طرق جديدة لتحسين العافية الشخصية واختيار أفضل الفواكه والخضروات، وأكيد التمسك بالحميات والحاجات الغذائية، وأيضا يمكن التحقق من صحة المنتج بطرق لم يكن يعقد في السابق أنها ممكنة. يعني أنا ماني عارفة صراحة الصين وين راح توصلنا، وين يعني كل مرة إنجازات كثيرة. نفس الفراولة اللي في الصورة نفس القميص اللي لابسه، بس مو باين، هو باين نقاط يعني عندنا حقيقي حاجات مرة كثير. أنا ودي يعني في حاجات ما تنقال، خليني أقول حلاوة. عموما اضطريت أقول إيش أسوي. طيب عموما أيوه حقيقي جوال السعرات غريب جدا. أنا قعدت أتخيل لما قريت الأعداد في البيت، قاعد أقول يعني كيف يعني حيصور، هو ماخذ مثلا صور معينه لفواكه معينه وحاسب قيمتها او سعر الحراريه حقتها، فخلاص حيصير يسهل عليه. ممكن هو قال يستشعر الاكل الموجود. أيوه. حساسات موجوده يعني في الجوال يعني. نفسه بتستشعر ايش موجود في المكونات، نفس الطبق الموجود عندك. في ناس تراد عندهم فوبيا الاكل لدرجه انهم كل ما ياكلوا يروح يوزنوا اكلهم، كم جرام انا حاكل اليوم، كم جرام على كل وجبه انا باكلها في اليوم، فهذا الجوال صراحه ممكن يفيدهم كثير. راحت سنينكم يا اخصائي التغذيه حقيقه. يعني باستشعار جوال حنعرف حقيقه، كل التقدير طبعا لاخصائي التغذيه، ولكن يعني هذه حيساعد، اعتقد حيساعدكم انتم اكثر كفئه يعني اطباء او اخصائيين لهذه للتغذيه. أيوة. انكم تعرفوا بسرعه ايش المكونات ايش الحاجات، بس معقول يعني في احد يحسب اكله يا جماعه؟ يعني الحياه ابسط من كذا. والله كنت ابغى اقول في البدايه بس حرام، اشتهوا قد ما تقدروا، لا تحرموا نفسكم من شيء ابدا. الحياه مره واحده، الحياه مره واحده. والله الاكل ما اطيب الطعام، يعني ايش شلون الكشف عن شاشات نوعيه تنقل السينما الى المنازل. وهذا لخبرنا الثالث، كشف معرض الالكترونيات الاستهلاكيه الالكترونيه عام 2017 في لاس فيغاس اللي تحدثنا عنه يوم امس، عن اجهزه تلفزيون المستقبل لعاليه الابهار وذات القدره الفائقه على اظهار اكثر واقعيه من اي مجموعه ممكن تشوفها من التلفزيونات، وتصميمات نوعيه تحاكي اطار الصور على الجدران. تضمنت الأجهزة 10 طرازات مختلفة تمتاز زي ما احنا بنشوفها بقدرتها على عرض الصورة بنظام دولبي فيجن وإصدار الصوت بمواصفات دولبي أوتموس، والاستفادة من تقنية المدى الديناميكي العالي HDR المستخدمة في دور السينما المتقدمة واللي تدعم نظام دولبي في أنحاء العالم. يرتقي نظام دولبي فيجن بتجربة المشاهدة التلفزيونية المنزلية إلى مستويات جديدة من خلال توفير سطوع أكبر وتباين أوسع، إضافة إلى مجموعة غنية من الألوان اللي فعلا نحتاج نستمتع فيها. أيوة. فعلا يعني في البيت ممكن نستغني على السينما تماما. على فكرة تزامن مع هذا الموضوع في هاشتاج قائم الآن في تويتر. أي شفت الهاشتاج؟ السينما في السعودية قريبا، السينما في السعودية قريبا بإذن الله إن شاء الله. أيوة في رؤية، بيقولوا في رؤية أنهم بيدرسوا الحكاية هذه، عندهم كل الأمور، ولكن بس باقي التنظيمات كيف حتترتب وكيف حتصير. أكيد طبعا، وانطلاقا من هذه الرؤية الجديدة أكيد والخبر اللي سمعنا عنه، خصوصا في فترة أخيرة ترى صرنا بنشوف شبابنا مبدعين جدا في تصوير الأفلام الوثائقية من ناحية إنتاج
إنتاج وإخراج وتمثيل. أيوة. تخيل خبري الأفلام الروائية وأيضا توثيق المدن السعودية في جديد مهرجان 2017. وطبعا أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورة الرابعة في مارس 2017 اللي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام عن تسجيل 25 فيلم و30 سيناريو في موقع المهرجان. وطبعا حتتنافس في مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام الطلبة ومسابقة السيناريو، مؤكدة أن جديد هذا العام هو قبول الأفلام الروائية الطويلة بجانب تخصيص جائزة مدينة سعودية للأفلام التي توثق الجوانب السياحية والتراثية والتاريخية لمدينة سعودية، في بادرة لتشجيع صناع الأفلام على إظهار ما تتميز به العديد من مدن المملكة من عناصر إبهار لا يجب إغفالها. وفرصة التسجيل بالمهرجان مستمرة حتى 31 يناير الحالي، وطبعا تستقبل المشاركات والاستفسارات حول المهرجان على موقعهم الإلكتروني المخصص وهو saudifilmsfestivals.org. فلازم اللي حاب أنه يشارك في هذه المهرجان يحاول أنه يرسل لهم المشاركات وكل الاستفسارات على هذا الموقع. طبعا هذه كانت أخبارنا لليوم، كل يوم حاجات جديدة وكل يوم نستمتع بأخبارنا ونتحمس أنه إحنا نواكب آخر مستجدات عصرنا الحالي اللي صاير. صح ممكن أشياء بتكون غريبة لمية، لكن بنحاول يعني نعيش يعني جيل غريب والله بيظهر مع تكنولوجيا غريبة أكثر، لكن احنا بدورنا نواكب هذه التكنولوجيا. اكيد مو بس نواكب هذه التكنولوجيا، شايفين انه شبابنا مستغلين هذه التكنولوجيا حسن استغلال، يعني بنشوفهم مبدعين في كل حاجه ما شاء الله تبارك الله. يعني وين دحين وين اول؟ يعني تحس راحت علينا خلاص، يعني صحيح ما كان ليه ما كان عندنا اللي موجود دحين، يعني بس احنا شبابنا فيهم الخير، بس احنا عصرنا كل الامور. انت بتحسسني معاك اني عجوزه، جيل وغير جيلي تماما، هو من جد الطيبين يا جماعه، انا لسه صغيره اوكي، فدائما احس معك ترى عجوزه حقيقي. نتناقش هذه النقطة بعد الفاصل إن شاء الله في آخر فقراتنا لساعة شباب، خليكم معنا. يا هلا والله من جديد وساعة شباب، والآن إلى فكرة الشباب اللي دائما بتسلط الضوء على أهم أفكار الشباب في مختلف المجالات، لأنه مجرد ما يوجد فكرة الشباب يوجد الإبداع والإنتاجية وأكيد الكثير من الإنجازات اللي نفخر فيها. صحيح طراد، خصوصا أنه حديثنا اليوم حيكون عن الفاب لاب، وكثير من الشباب سمع عنه بس ما بيعرفوا هو إيش بالضبط. هو معمل التصنيع الرقمي اللي يحول الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس. حنتكلم معه أكثر عليه أكثر أكيد مع ضيفنا الموجود معنا اليوم محمد الطيب، شرفتنا اليوم في استديو ساعة شباب. كيف أمورك إن شاء الله؟ طيب محمد شكرا صباح الحمد لله. طيب بداية نبغى نعرف بس عشان اللي ما يعرف الفاب لاب، نبغى تصور عام عن الفاب لاب وتحديدا وكيف يتم العمل في هذا اللاب. اوكي، الفاب لاب هو اختصار لكلمتين فابريكيشن لابوراتوري، هو معمل تصنيع رقمي مجهز باحدث التقنيات والاجهزه وبرامج التصنيع الرقميه تمكن جميع افراد المجتمع من تحويل افكارهم الابداعيه الى واقع ملموس. طبعا هي الفكره بدات كمشروع توعوي وتعليمي من مركز الاجزاء والذرات اللي تابع لجامعة MIT في بوسن من قبل الدكتور الشهير أو البروفيسور الشهير نيل في جامعة MIT. وأول فاب لاب أنشئ في عام 2001 في عام 2009 في الخارج. طبعا في الخارج هذا الكلام كان في بوسن. في عام 2009 تم تشكيل مؤسسة غير ربحية لتساعد في تنمية وتطوير مراكز الفاب لاب حوالين العالم في العالم بشكل عام. فمن عام 2001 إلى اليوم في تقريبا يفوق 1000 فاب لاب في أكثر من 40 دولة حوالين العالم. طب حلو محمد، لما نعرف متى تم تأسيس الفاب لاب في السعودية تحديدا، وهل لاقى النجاح المتوقع ولا لا؟ تم تأسيسه في منتصف عام 2010 بعقد شراكة مع مركز الأجزاء والذرات في جامعة MIT. وطبعا هذه كانت انطلاقا للهدف الرئيسي للمجموعة دل البركة اللي هي الحاضنة للفاب لاب في تنمية روح الإبداع والابتكار. مجموعة دل البركة. دل البركة دل البركة معكم. هي الجهة المحتضنة للفاب لاب. أوكي. وهذا هدفها الرئيسي في تنمية وتطوير المجتمعات وإعمار الأرض وتنمية روح الإبداع والابتكار.
جميل. طب الناس لما تسمع عن فاب لاب الان تفهمت ان هي للابتكارات والاختراعات للشباب اللي بينجزوها بحيث انها تثبت وانه تساعدهم ويكون في بيئه مساعده وصحيه في انها في انه ينجزوا اعمالهم وافكارهم البسيطه اللي تتحول لحاجه مهمه جدا. بس ايش اهم الاهداف اللي محطوطه من انشاء مراكز الفاب لاب؟ وأبعرف كم نسبة التحقيق تحقيق النجاحات والأهداف اللي ذكرتوها؟ طبعا هي أهدافنا واسعة، ولكن من أبرزها مواكبة توجهات المملكة في والرؤية في الوصول للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار والاختراع. ممتاز. وتهيئة مكان مناسب لجميع أفراد المجتمع سواء كانوا الطلاب رواد مجتمع أو المنشآت الصغيرة في تحويل أفكارهم وإعطائهم الفرصة للابتكار. فنحن بنهيئ أقدر أقول البذرة الأساسية لروح الابتكار وطبعا نشر الثقافة والتعليم والوصول أو إلى منصة عالمية رائدة في العالم العربي والعالم الخارجي عن طريق الشراكات مع الجهات المختصة. إذن توفير البيئة هي في المقام الأول. نعم. طب قد إيش حققتوا من هذه الأهداف الموجودة بإضافة إلى هذا الهدف اللي ذكرته؟ نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. أهدافنا ولله الحمد تم يعني لو تكلمنا بالأرقام فحققنا أكثر من 75% من الأهداف. ولكن كل سنة بنزيد أو بنرفع من أهدافنا ومن المعيار اللي احنا بنحطه. ممتاز. فدائما في تشالنج جديد وبيزيد عليكم طبعا. طب خلينا نتكلم محمد عن الانجازات اللي قدموها الشباب او الاختراعات اللي تقدموا بها الشباب من خلال الفاب لاب، فيا ريت تحدثنا عن ابرزها. على سبيل المثال اللي اخطر في بالي الحين واحد من المخترعين السعوديين الدكتور مشعر هرساني. اكيد كان ضيفنا في احدى الحلقات مرتين. نحن ساعدناه في الحصول على جائزه الابتكار الاولى في عام 2013 اللي هي معقم للسلالم الكهربائيه، بالاضافه في عام 2015 حصل على براءه اختراع في ابره طبيه اسمها ابره فدا وتم تصنيعها في فرنسا وتم استخدامها حاليا. عمليه الاذن كانت صح؟ بالضبط، اللي هي تنحت على غضروف الجسم. ايوه. تم تطوير المنتجين في الفاب لاب، بالاضافه الى ابتكارات واختراعات هو قاعد يكون بها حاليا في الفاب لاب. طيب نحن شايفين معاك هنا هذا، فيا ريت تكلمنا عنه. هذا تحت التطوير اللي هو عباره عن طرف صناعي يا لطيف للناس اللي خسرت كفها. خسرت ايوه. فيتم صناعته عن طريق 3 دي برنتر اوكي في خلال 12 ساعه ويؤهل ذوي الاحتياجات الخاصه بانهم يعيدوا اقدر اقول الامكانيه في الحركه وانهم يمسكوا بيدهم. بس يعني انت بتقول لي خلال 12 ساعه هذه تركيبها ما هو يعني رقم قياسي يعتبر طبعا. ايوه ما هو سهل. هو التصنيع الرقمي يفوق الصناعات التقليديه في السرعه والدقه طبعا. يعني انا في التغيير. طب تم تجربتها ولا لسه؟ حاليا لسه التجربة. حاليا لسه هي تحت التطوير اكثر من تحت التجربه. طب انا بعرف يعني هذه احد في غيرها كمان الباقي اشياء ميكانيكيه فرضا هذه مبتكره ايضا صحيح؟ هذه مبتكره برضه عن طريق 3 دي برنتر بالاضافه الى بعض المجسمات وغيرها الكثير، بس طبعا لكبر حجمها ما قدرنا نجيبها. جميل. يعني ابغى اعرف بس يعني احنا موجود في جده عندنا الفاب لاب، لكن في المملكه كم عدد الفاب لابس الموجوده في المملكه العربيه السعوديه؟ تحت مظله فاب لاب العربيه يوجد حاليا معملين للفاب لاب والثالث في خوض الانشاء، بالاضافه الى عندنا معامل صغيره متنقله للمدارس والجامعات. ولكن بشكل عام في المملكه تقريبا في اربعه. طب محمد كيف ممكن يتواصل الشخص اللي حاب انه ينفذ فكرته من خلال معمل الفاب لاب معاكم عشان يعرض مشروعه لكم؟ هل انتوا تقبلوا المشروع على طول ولا حاطين اسس وشروط لقبول المشاريع؟ هو الفاب لاب مفتوح لجميع شرائح وافراد المجتمع واهلا وسهلا بهم في اي وقت يزورونا. طبعا ما عندنا شروط تعجيزيه، ولكن هي نقدر نحن نسميها بعض النقاط مبدئية يتم الموافقة عليها. طبعا هي في الأخير خدمة غير ربحية مجانية لجميع أفراد المجتمع، فهذا المكان لهم لتطوير أفكارهم والوصول إلى الابتكار والاختراع، فأهلا وسهلا بهم. ونحن متواجدين على سبل التواصل الاجتماعي. والله حقيقة أمر جميل جدا، والواحد يعني الآن
كانوا يقولوا يا الله لو كان عندي، لو كان في المكان المناسب، لو كان احد يساعدني. الان صح اصبح المكان متوفر، وصار في عندك ايضا اجهزه تساعدك، الاجهزه الرقميه اللي بتساعد، بتقول لي المجسم هذا فيه 12 ساعه. هذا فقط ولا شيء، نحن السنه هذه ان شاء الله بنشتغل على مشروع اللي هو طباعه السياره بحجم متكامل، حتكون اول سياره عربيه. طب انا ابغى اعرف بس حاجه جدا مهمه. طب الان في ظل وجود كل الاختراعات هذه، انا يعني سعيد جدا ومنبهر حقيقي بكل تفصيله بتقولها اخ محمد، بس كم عدد المنتسبين للفاب لاب اللي بيعملوا في كل الفاب لابس في المملكه العربيه السعوديه؟ عدد المستخدمين للفاب لاب ولا عدد الموظفين؟ طيب اديني خلينا نقول نسبه الموظفين وايضا الناس المنتسبه. شخصيا احنا عندنا في فاب لاب العربيه عدد الموظفين 4 طبعا من دون المتطوعين، ولكن 4 اللي هم الاساسيين. عدد المستخدمين يفوق 3000 في المملكه كلها. عندنا فقط في جدة. أوكي. فوق 3000 فقط عدد المستخدمين. هذا في فاب لاب إيرابيا. طبعا احنا لنا فرع ثاني برا جدة، وعدد المستخدمين برضو بالالاف. فالحمد لله بنحاول نغطي اكبر شريحة ممكنة من المبتكرين والصغار اللي هم من سنكم الثمرة. احنا نقبل من 6 سنين. ست سنين نعم. يعني صراحة جهود جبارة أنتم بتقوموا فيها، بتجهزوا أماكن أو فاب لاب بكل الأجهزة المتوفرة للشباب عشان يبتكروا فيها اختراعاتهم أو يجربوا فيها اختراعاتهم، وكمان بتساعدوهم على أنهم يأخذوا التراخيص ويأخذوا براءة اختراع. صحيح. في النهاية بيطلعوا بكل الشهادات للشباب. طيب أنتم في النهاية إيش بتستفيدوا من خلال معرض الفاب لاب نقدر نقول؟ طبعا هي يعني الفاب لاب هي احد برامج المسؤوليه الاجتماعيه لمجموعه دار البركه. فاولا هي خدمه المجتمع، ثانيا هدفنا اللي هو اعمار الارض، وهذا احسن مثال لاعمار الارض لما نعلم الانسان صنعه جديده تواكب العصر ويستفيد منها ونساعد في نمو اقتصاد المعرفي للمملكة. يبدو لي هذا فخر كبير لنا. وجدا سعيدين أنه نحن لأن كلنا خلفاء بدورنا، كلنا خلفاء، وكل واحد في مجاله خليفة لغيره من الناس، وكل شخص له دور معين في 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 جميل. حلو. طب هل تعتقد أنه في عدد كبير من الشباب مؤخرا متحمس فعلا للابتكار ولا لا؟ جدا جدا. أنا أقدر أقول لك اليوم اليوم عندنا في الفاب لاب كان مليان من طلاب جامعات ومبتكرين في هذا المجال، وإن شاء الله هتسمعوا بأخبار قوية جدا في هذا المجال في الشهور القادمة، خصوصا المشروع الكبير اللي ذكرت عليه السيارة وغيره. طب أنا بس أبغى أركز على الأطفال الصغار، لأنه ما شاء الله لسه قاعدين في الفقرة اللي قبلها أنا ولما قاعدين نقول قد إيش الصغار، الشباب الصغار صار عندهم نولج أعلى مننا بشكل كبير بحكم التكنولوجيا اللي بيعيشوا وسطها وفيما بيننا، فصار عندهم استيعاب أسرع وأكبر مما كنا عليه سابقا. قد يعني كيف بتوفروا لهم كل البيئة المناسبة، خصوصا أنه ممكن تكون معقدة إلى حد ما بعض الابتكارات أو الاختراعات، فكيف ممكن بتساهموا عشان تنموا قدراتهم العقلية في ابتكار الأشياء؟ نحن بنوجد لهم برامج تعليمية، فرضا الصور كانت بتتكلم على الالكترونيات والبرمجيات، فبنحاول نوصل لهم الفكره بطريقه جدا بسيطه وممتعه ومسليه بطريقه غير مباشره. نحن بنعلمهم بس بدل ما بيتعلموا عن طريق المدرسه، نحن بنتعلم عن طريق مركز الفاب لاب او مختبر الفاب لاب. فيوصل لفرضا 12 سنه يعرف كيف يعمل دائره الكترونيه ويعرف كيف يبرمجها. ما صارت معضله هذه الايام، ولكن كيف توصل الفكره، هذه من اهدافنا، بنوصلها بطريقه جدا جدا بسيطه ومسليه. انا اعتقد تقول لي شيء بسيط لكن في كويس انه في حاجات يعني دورات بتاهلهم حتى. لا في طبعا البرامج من 6 سنين الى ما شاء الله. انا مبهوره صراحه بالانجازات اللي بتقدموها والخدمات التطوعيه اللي بتقدموها للشباب، وبصراحه نحن عندنا كوادر شبابيه مبتكره جدا. صحيح. كبيره، خصوصا يعني دائما بنقولها معنا في الاخبار ودائما بنستضيفهم معنا في البرنامج. بس انا ابغى اعرف بعد ما بياخذوا براءه الاختراع لهذا الاختراع اللي هم انجزوه، هل بيتم انه تنزلوه للسوق خلاص الناس تقدر تستخدمه على طول، ولا بتكون في اجراءات صعبه عليكم، واجهتوا صعوبات كثيره من خلال هذه الاجراءات؟
هي ما في صعوبات إلا دحين طبعا. هي كلها مراحل لازم تعدي بيها. نحن دور الفاب لاب ما يستمر إلى نطرحه في السوق. لأنه هذا يعتمد على صاحب الابتكار والاختراع نفسه. ولكن نحن بنساعده، بنربط مع الجهات المختصة عشان يطرح المنتج حقه وابتكاره في السوق. حلو. بس احنا برضو نوجه رسالة لرجال الأعمال انهم يتساعدوا مع اصحاب الاختراعات عشان يعني يستثمروا منتجات سعودية. يعني خلاص ما نبغى نستورد من برا، نبغى نصدر للناس ان شاء الله يا رب. محمد الطيب، اكيد اسعدنا حضورك تواجدك معنا اليوم في ساعة شباب. نتمنى لكم التوفيق على كل الجهود الجبارة اللي بتسواها في خدمة المجتمع. شكرا لكم. شكرا لك محمد. إلى نهاية الحلقة اليوم، واستمتعنا حقيقي جدا بكل تفصيلة موجودة معنا سواء في الأخبار، اللي نفخر بإنجازات شبابنا وشبابها أو بناتها، وأيضا الاستضافات بتكون دائما مليانة بحاجات تعطينا أمل كل يوم لمية حقيقة. الواحد بيستمتع. الإيميل موجود وهاشتاج ساعة شباب موجود عشان نعرف أيضا إيش في عندكم إبداعات وإنجازات. مترقبين جدا ومتحمسين لكم أكيد، وفخورين أكثر طراد بكل الإنجازات اللي بيقدموها شبابنا وشاباتنا، وأكيد يعني مو مستغربين أبدا، مو جديد عليهم، نحن قدها وقدود. راح نشوفكم بكرة في نفس الوقت من الساعة 4 للساعة 5 على شاشة روتانا خليجية. وبكذا أقول لكم فمان الله معكم، أنا لمياء غالب، وأنا كنت معكم طراد سندي. نقول الميم نقول الميم من جد مع الزكام، الله يشفي إن شاء الله كله بأجر يا رب. نلقاكم غدا بإذن الله. فمان الله، مع السلامة.